بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو الحلقة دي بعنوان الأدوية البشري الممكن استخدامها مع الأرن. طبعا دي احنا بنستخدمها وقت اللزوم بجانب الأدوية البيطرية. هي عبارة عن ايه؟ الحاجات اللي هقولها دلوقتي بالترتيب: الأنتوسيد، محلول الجفاف، الكبكت المركب، الأنتينال، الفيلاجيل. الأدوية دي ممكن استخدامها في حالات الإسهال والانتفاخ. بعد كده مرهم الإكتيول الأسود، ده يستخدم للخراريج والدمامل لتجميع الصديد وفتحه. بعد كده في مرهم تيراميسين جلد، بنستخدمه لجروح تقرح العرقوب وبعد تصفية وتطهير الجرح، وكمان بعد تصفية وتطهير الدمامل والخراريج. في كمان الأنوفليكس، ده سلفة بودر، ده بيترش أيضا بعد التطهير كبديل يعني. في بعد كده مرهم تيراميسين رمض، ده للعيون، وفي محلول بوريك برضو للعيون لتطهير العيون. بعد كده اليود بيتادين للتطهير في الحالات التي تستدعي ذلك، وبنخففه بالمية في حالة اشتراكه في علاج التهاب الرحم كدش مهبل يعني. في دواء تاني اسمه الأسيكس، ده مدر للبول في حالة احتباس البول. في بعد كده الاكسوجين بتركيز 5% يستخدم في التطهير للجروح. في أطرة كورتيفين محلول ومحلول بوريك، دول بيستخدموا لالتهاب العيون. في المية المقطرة تستخدم في حل بعض الأدوية البودر. بعد كده البنزينيل بنزوات أو مرهم الكبريت، استخدامهم لجرب الأرانب. في اليوراكس 10% مرهم، ده في حالات عدوى جرب الإنسان. في بعد كده سرنجات بنستخدمها، مقاسات 1 سنتي، آسف، أحجام 1 سنتي، 3 سنتي، 5 سنتي، 10 سنتي، حسب حالة الاستخدام. بعد كده في السافيلون، ده للتطهير، وفي كمان السبيرتو الأبيض للتطهير، تطهير سن السرنجة. عند رغبة إعادة استخدامها بوضع السن وحفظه فيه. في الأوكسيتوسين في حالة عسر الولادة. دي معظم الأدوية اللي ممكن الواحد، الأدوية البشرية اللي ممكن الواحد يستخدمها مع الأرانب. وبالتوفيق وإلى لقاء قادم بمشيئة.